السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة الدخول المدرسي، تعلن أكاديمية روزا للتدريب والتعليم بأن الأسبوع القادم بإذن الله تبدأ التسجيل للدروس الخصوصية لعدة مواد وكذلك لسنوات مختلفة الابتدائي والمتوسط. انتظروا برنامج بالتدريج لكل مادة. أولا راح نبدأ بمادة اللغة العربية، راح تكون تحت إشراف الأستاذة الغنية عن التعريف أكيد عطلنا ميسا، كان لها دور كبير في العام الماضي، يعني اللي كانوا يجيبوا 12-10 ولا يجيبوا في البيان 18 ما شاء الله. راح تكون يوم السبت القادم بإذن الله 28 سبتمبر الساعة 8:30 صباحا، فكونوا في الموعد ولا تضيعوا الفرصة. راح يكون راح تحضروها، يعني أول حصة راح تحضروها باطل، يعني بيتعرفوا على الأستاذ، بيشوفوا خبرة الأستاذ، يعني ما من الأولياء إذا حبوا يتعرفوا على الأستاذ. راح يكون سعر شهري 150، يعني في كل شهر راح يدفعوا 150، 4 حصص في الشهر من 8:30 حتى 10:30. للتسجيل يرجى تقرب إلى المقر، العدد محدود جدا، الفوج لا يتعدى 15 تلميذ. باه يركز وباه يفهموا. مرحبا بالجميع.